أعزائي طلبة الصف الأول الثانوي، النهاردة معاكم مستر أيمن فاضل. هنكمل مع بعض السيشن للفيزيكس للفيرست تيرم للجزء الثالث. طيب إحنا في البداية كده يا أولاد عاوزين نقول إن السيشن اللي فات كنا واقفين في جزئية معينة للميجرينج بروسيس لما درسنا إن أنا عندي في كي elements عناصر لعملية القياس. اتنقلنا للعناصر دي، خدنا أول element كان الفيزيكال كوانتيتي، الكمية الفيزيائية دي عملنا لها classification، قسمناها ل basic and derived quantities، وقلنا إن أنا لو استخدمت في السيشن اللي فات السيمبلز الرموز بتاعت البيزك كوانتيتيز عشان نعمل بيها سبستيتيوشن او نعمل بيها اكسبريشن تعبير عن الدرايفد او اني كوانتيتيز عشان اكون الدايمنشن للفيزيكال كوانتيتي او دايمنشنال فورمولا. النهارده بعد ما درسنا جزء الدايمنشنال فورمولا وقلنا ان معادله الابعاد انا بستخدمها عشان اتعرف على اليونت knowing the unit and verifying the validity of the physical relations or equations. النهارده بقى هناخد عمليه الميجرنج بروسيس دي، عاوزين نعمل لها برضو النهارده يا اولاد عمليه ايه؟ عاوزين نعمل لها classifications يعني تقسيمات للعمليه نفسها. لقينا بنقول عندي هنا ان في types of measurement انواع عمليه القياس او العمليه اللي بتتم في عمليات القياس ايه؟ The first type is the direct measurement وده بنسميه القياس المباشر. والقياس المباشر ده بيبقى له برضه بعض الكاركترستكس او البروبيرتس الخصائص اللي هي بتخليه يختلف عن النوع الثاني اللي احنا هندرسه في صوره اندايركت. طيب اول معلومه هنبدا نتعرف عليها للدايركت ميجرمنت، بنقول ان في العمليه دي one measuring tool is used يعني ممكن استخدم طبعا اداه او ديفايس او انسترومنت واحد. طب فور اكزامبل ايه يا مستر؟ مثلا يا اولاد لو حد طلب او حد بيسال ازاي بعين الدينستي، او كنا بنعين الدينستي دايركت مباشره. طبعا احنا متعودين ان اي ليكويد الدينستي بتاعته كنا متعودين ان لازم يكون عندي كومون بالانس، وبعد كده يكون عندي سلندر عشان اقدر اعين الماس، وبعد كده اعين الفوليوم، وبعد كده نقوم عاملين ماثيماتيكال ريليشن يعني نعمل ديفايدنج للماس على الفوليوم علشان يديني الدنسي. لكن دلوقتي انا ممكن يا مستر اقيس او اعين الليكويد دنسي باي يوزنج هايدروميتر، وده يعتبر طريقه من طرق الدايركت ميجرمنت علشان اقدر اعمل ديترمينيشن للدنسي. يبقى كده متفقين ان انا هنا علشان استخدمت هايدروميتر يعني جهاز واحد، ده معناه ان انا بقول ان عمليه الديترمينيشن للليكويد دينستي كان بي طبعا اور ايت كونسيدرد بتعتبر دايركت ميجرمنت يعني قياس مباشر. طيب يا مستر النوع الثاني في يا اولاد اندايركت ميجرمنت، يعني انا كده لو قسمت انواع عمليه القياس هقول منها دايركت قياس مباشر، ده سكند اندايركت وده قياس غير مباشر. طب يا مستر حضرتك قلت ان الدايركت ميجرمنت بيبقى فيه وان ميجرنج تول از يوز يعني بستخدم اداه او جهاز واحد، انما في الاندايركت ميجرمنت بقى الفرق الثاني كنا بنقول more than one measuring tool are used يعني بنستخدم هنا اكتر من اداه قياس في هذه العمليه. طيب ما حضرتك قلت عمليه الديترمينيشن تعيين الدينسي او الليكويد دينسي دايركت عن طريق الهيدروميتر، طب ما ناخد اكزامبل بقى على ازاي بعمل ديترمينيشن للليكويد بس بطريقه اندايركت عشان ناخد الفرق ما بين الاثنين. يبقى في الحالتين احنا قسنا الليكويد دينستي وقدرنا نعينها، بس في اول مره عيناها عن طريق ايه؟ قلنا عيناها عن طريق يوز
وان تول بستخدم اداه واحده بس وهي الهيدروميتر. انما السكند ميثود الطريقه الثانيه اللي عندي ليكويد دينستي باي يوزنج اور باي ديبندنج اون اعتمادا على الماس، ودي هجيبها طبعا عن طريق الكومون بالانس اند الفوليوم باي جراديويتد سلندر، وده طبعا هستخدم الماثيماتيكال ريليشن الماس اوفر الفوليوم علشان اقدر اعين الدينستي في الحاله دي. يبقى خلاص اتفقنا ان انا الاول عندي نوعين من عمليه القياس، النوع الاول دايركت ميجرمنت، السكند تايب اندايركت ميجرمنت. وخدنا لو انا استخدمت 1 تول يبقى انا كده اعتمدت على دايركت ميجرمنت، انما مور ذان 1 ميجرنج تول ار يوز يبقى انا قلت ده اندايركت ميجرمنت. طيب يبقى انا يا مستر كده لو انا عاوز اعمل كومباريزون بقى ما بين الدايركت ميجرمنت اند اندايركت ميجرمنت، تعالوا نشوف كده. لو انا حبيت اعمل كومباريزون اكوردنج تو النمبر اوف بروسيس حسب عدد العمليات اللي انا بعملها، هقول if the measuring process is direct so one measurement process يبقى انا هعمل عمليه واحده، while in case of indirect measurement more than one measurement process is used، يعني انا هستخدم اكتر من عمليه. The second عندي difference، الفرق الثاني في الكالكوليشنز. هل في عمليه الدايركت ميجرمنت اقول له طالما ده قياس مباشر دايركت so no mathematical relation is applied، يعني انا مش هستخدم قانون او علاقه. While in case of indirect a mathematical relation is applied to find the quantity، ما انا لازم اطلع الكميه يبقى لازم استخدم mathematical relation. The third عندي difference، طالما انا عملت عمليه واحده one process، طالما انا ما استخدمتش mathematical relation so one measurement error may be، ربما يحدث خطا واحد طالما انا عملت خطوه واحده. انما في حاله الاندايركت more than one measurement error ممكن الاقي اكتر من خطا. زي يعني يا مستر مثلا لما اجي اقول يا اولاد ان انا لما كنت بعين او بعمل ديترمينيشن للدينستي باي يوزنج طبعا الليكويد باي يوزنج الكومن بالانس والسلندر، كنت ممكن يحصل ايرور وانا بعين الماس عن طريق الكومن بالانس، ممكن يحصل ايرور وانا بعين الفوليوم عن طريق السلندر، وكمان ممكن يحصل ايرور وانا بعمل الريليشن او بستخدم او بعمل ابلاينج للماثيماتيكال ريليشن لما كنا بنعمل الماس اوفر الفوليوم. يعني ده معناه ان ممكن كده يبقى عندي 3 ايرور في عمليه الدينسي دي، يعني اقول ان مور ذان 1 ميجرمنت ايرور طبعا ممكن يتم في الاندايركت، انما في الدايركت 1 ميجرمنت ايرور اونلي في خطا واحد طالما انا عملت 1 ستيب يعني 1 بروسيس. الاكزامبلز طبعا هو انا لو انا استخدمت ميجرنج فوليوم يوزنج ذا جراديويتد سلندر، انا لو جيت قلت هل انا يا اولاد لما باجي اعمل ديترمينيشن للفوليوم واستخدم فيه جرادويتد سلندر كده انا عملت دايركت ولا اندايركت؟ انا سامع حد بيقول يا مستر انت استخدمت جرادويتد سلندر بس يعني اداه واحده وحضرتك عملت خطوه واحده وما استخدمتش يا مستر ماثيماتيكال ريليشن، سو ذيس بروسيس از كونسيدرد دايركت. وايل ميجرنج فوليوم بقى، لكن لما باجي اقيس الفوليوم عن طريق ان انا بستخدم الريليشن المالتيبلاينج لينث ويدث وهايت كده انا استخدمت قدرت احسب اللينث دي خطوه، قدرت احسب الويدث العرض دي خطوه ثانيه، قدرت اعمل كالكوليشن الهايت يبقى انا عندي مور ذان 1 بروسيس اكتر من ستيب اهو خطوه، وبعد كده استخدمنا ماثيماتيكال ريليشن اللي هي اللينث باي ويدث باي هايت. تمام، حضرتك دلوقتي يا مستر قلت ان ممكن في الدايركت ميجرمنت يبقى في ايرور واحد وممكن في الاندايركت مور ذان 1 ايرور. طب هو الخطا في القياس ده سببه ايه او ايه الاسباب اللي ممكن بتسبب الايرور؟ تعالوا نشوف كده. في البدايه لازم نبقى عارفين نو ميجرمنت از اكيوريت 100%، مفيش عملية قياس في المنطق كده أو براكتيكالي عمليا
لازم تتم 100%، لازم يعني يكون في نسبة بسيطة ولو خطأ بنسبة بسيطة جدا يعني. There must be an error even if small. يعني المفروض يكون في خطأ. طب والسؤال هو الخطأ ده ايه اسبابه؟ الريزونز بتاعته؟ What are the reasons of measurement process؟ ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي او تسبب عندنا اولاد ايرور في الميجرنج بروسس؟ يبقى احنا متفقين ان نو ميجرمنت از اكيوريت 100%، وهنقول ذير ماست بي ان ايرور، ربما لابد ان يكون في خطا حتى لو كان بسيط. بس ايه الاسباب؟ ايه الريزونز؟ تعالوا نشوف كده. الفيرست تشوزنج امبروفر تول. هو انا يا مستر لو انا استخدمت اداه غير مناسبه ان سوتابل تول ممكن يسبب خطأ؟ اه ممكن يا ولاد يسبب خطأ. طب ما هو زي ايه يا مستر؟ حد بيسأل، ادينا مثال او ان اكزامبل عشان حضرتك تقول لنا لو انا استخدمت امبروفر تول اداه غير مناسبه او انسطبل تول يبقى انا كده ممكن اسبب خطأ عندي. لو انا قلت يوزنج بيم بالانس انستد اوف سنسيتيف بالانس تو ميجر، طبعا الجولدن رينج، يعني انا لما باجي اقيس الجولدن رينج خاتم من الذهب، انا ممكن لو بدلت استخدام السنسيتيف بالانس بالبيم بالانس يبقى انا بدلت نوعين هم تو ميجر او عشان اقيس. بس ممكن احنا عارفين ان الجولز، عارفين ان سمول ماسيف اد كيميكالز ان لابوريتوريز في المعامل او فارماسيز، كده احنا بنقيس كتل بسيطه، وكنا متعودين ان انا بستخدم سنسيتيف بالانس. طيب لو جه المستر جاب الخاتم الذهب ده جولدن رينج وحطه على البين بالانس، طبعا الريدنج او القراءات بتاعتنا هيبقى فيها نسبه بسيطه من الخطا لان انا استخدمت اداه غير مناسبه. في مثلا المستر ينفع يقول ان انا ممكن اقيس اللينس بتاع الستريت الشارع بتاع المدرسه بتاعنا بالرولر؟ لا يا مستر ما ينفعش، لازم استخدم اداه مناسبه وهي الميتر تاب المتر. تو اول سبب ممكن يكون يبقى او فاكتور او عامل يكون يسبب خطا هو تشوزنج امبروبر تول، وده عن طريق زامبلز كتير، يوزنج بيم بالانس انستد اوف سنسيتيف، يوزنج رولر انستد اوف ميتر تاب، وده يعتبر سبب من اسباب الخطا. The second reason ممكن يا مستر يكون في defect in measuring tool. يعني ايه defect؟ ممكن يبقى التول او الديفايس اللي انا بستخدمه يكون فيه عيب defect او فيه خطا. احنا عاوزين example. احنا درسنا في prep 3 ان انا عندي اومز لو لما كان بيدرس الريليشن العلاقه ما بين current intensity والبوتنشال ديفرنس لما كانت الار ريزيستنس تبقى كونستنت، كان بنقول او عارفين ان الاميتر ده جهاز انا بستخدمه علشان يعمل ميجرنج للكارنت انتنسي. طب يا مستر ما هو الاميتر ده ميبي ربما ليتر ايه البوينتر بتاعه هاز زيرو ايرو وين نو كارنت فلو، ممكن البوينتر المؤشر ده بيبقى على سكيل تدريج، ممكن ما فيش كارنت ومعدي او اقل من الزيرو، البوينتر مش واقف عند الزيرو، يبقى ده ممكن يكون ده عبء او ديفكت في الطول. لتر بي، في عندي ماجنت، الماجنت انسايد ويك بارشالي، ممكن الماجنت جواه بارشالي دي ماجنتايز عشان هو از اولد او اوت اوف ذا ديت، يبقى ده معناه ان الاميتر نفسه مستر ايمن لو جاب الكتريك كارنت انتنسي دايره وعمل كلوزنج للكومبوننتس قفل المكونات ووصل الاميتر ولقى ان البوينتر قدام الاكتيفيتي او قدام الكلاس مش بيتحرك، كده يا اولاد يبقى مفيش تيار. لا ممكن يكون الاميتر يا مستر في ديفكت، الدايره كامله بس ممكن يكون في عيب في الاميتر. العيب ده او ديفكت ده ميبي ربما ان الماجنت انسايد كان ميك، خلاص دي ماجنتايز فقد المغناطيسيه بارشلي ولو جزئيا. ممكن يكون البوينتر هذا زيرو ايرور وانه كارنت فلو، ودي تعتبر فاكتورز عوامل كوز تؤدي اور ليد للايرور. يبقى نمبر 1 تشوزنج امبروفر تول، نمبر 2 ميبي
ذا تول هاز ان فور، عندها ديفكت في الاداه اللي احنا بنستخدمها. ذا ثيرد فاكتور او ثيرد ريزون اللي بيسبب الايرور رونج بروسيجر، ممكن الشخص اللي بيقرا او بيعمل ريدنج لعمليه القياس ده بيبقى فيه خطا من عنده في التسجيل. سي مثلا هو يا مستر انا في الرونج عندي بروسيجرز ان اكسبيرينس بيرسون، قله الخبره عند الشخص ده، عنده اجنورنس باي يوزنج جرادويتد ديفايسز، يعني شخص عنده عدم معرفه باستخدام، عدم معرفه كامله باستخدام الجراديويتد ديفايسز الاجهزه الكتير اللي هي المدرجه زي المالتيميتر. ممكن يعتبر الشخص ده ان المالتيميتر بتاع فرد عنده اجنورنس بالجهاز ده مين ربما، اور لوكينج ان هو لما بيجي يعمل الفيجن او يحدد القراءه بتاعته اللوكينج بتاعته ات ذا بوينتر اور جراديويشن سكيل ات ان اوبليك لاين، ممكن يبقى وقوفه لما بيجي يعمل الريدنج او يعمل كالكوليشن او ميجرنج للريدنج ممكن يبقى واقف ان اوبليك لاين انستد اوف بينج بيربنديكولار. يعني لو بصيت على الفيجر اللي قدامنا ده عندي بوزيشن 1 بوزيشن 2 بوزيشن 3، الكوريكت بوزيشن عندي الوضع السليم عندي نمبر 2. ليه؟ لان الفيجن بتاعتي ماست بي بيربنديكولار، يجب ان تكون عموديه على السكيل التدريج ده. لكن لو انا بصيت من بوزيشن 3 كده القراءه بتاعتي ممكن يبقى فيها ايرور، من البوزيشن 1 يعني في الوضع الانوبليك لاين يبقى القراءه بتاعتي يبقى فيها ايرور. سو رونج بروسيجر ريبريزنتد باي ان اكسبيرينسد بيرسون فور اكزامبل اجنورنس اوف يوزنج جرادويتد ديفايسز اور لوكينج ات بوينتر اور جرادويشن سكيل ات ان اوبليك لاين. And the path for the last and the factor is the environmental conditions. يعني ممكن الظروف البيئية أو العوامل الجوية مصر تأثر في القياس ممكن، والدليل على كده إن إحنا الولاد كنا بنقول ممكن البالانس أو sensitive balance is placed يوضع داخل glass box طبعا to avoid current، لأن ممكن الإير كارنت دي بتسبب إيرور. يبقى الفاكتورز الاربعه اللي احنا درسناهم او ريزونز الاربعه اللي احنا درسناهم ممكن يعملوا خطا. احنا اتفقنا choosing improper tool، قلنا بيبقى في defect في التول او device، 3 wrong procedure، عندي 4 environmental conditions. طيب خلاص يا مستر احنا عرفنا ان no measurement process طبعا accurate 100%. وقلنا ده ممكن يرجع لريزونز، خدنا الريزونز. طب ازاي اعمل استيميتنج للايرور؟ طب لو افترضت يا مستر ان انا طلع عندي ايرور في عمليه القياس، ازاي بعمل استيميتنج او كالكوليتنج او ميجرنج للايرور؟ يبقى العنوان التالي لازم ناخد بالنا طريقه استيميتنج الايرور اوف ميجرمنت. احنا عندنا الايرورز في عمليه القياس يا اولاد عندي تو تايبس. ميبي The first error is the absolute error. ممكن يكون أول خطأ في القياس هو الأبسوليوت. تقول الناس تسأل يعني إيه أبسوليوت ايرور يا مستر؟ اللي أنا برمز له أو بعمل له سمبلايزنج باي دلتا إكس. The absolute error is the difference between the real or the actual value اللي أنا بقول عليها إكس نوت and the measured value إكس. يعني إيه يا مستر real value والميجرد فاليو؟ يعني انا لو جيت قلت كده ان انا عندي الابسوليوت ايرور عباره عن ايه؟ عباره عن اكس او نوت ماينس اكس، ده دلتا اكس. بس يا مستر التو طبعا او الساين هنا انديكيت بتاع الابسوليوت دي بتقول لازم الريزلت اولويز بوزيتيف ايفن هو كانت الاكس 0 دي اقل او اكس، وده طبعا ليه؟ لان احنا عاوزين نعرف الفاليو قيمه الايرور. وتقدر يعني ايه نعرف الفاليو لازم تطلع بوزيتيف؟ اقول له عشان ممكن وذر بقى it increases or decrease، ولكن في الاخر انا عاوز القيمه بتاعتي. وطبعا الفورمه اللي انا بكتب بيها القيمه دي x0 positive او negative delta x. so the first error عندي is the absolute error، وده هو الديفرنس ما بين الاكشوال فاليو
and a measured value. The second error عندي هو relative error. R small. That is the ratio between absolute error اللي احنا قلنا عليه delta x to the real value القيمة الحقيقية بتاعتي. أنا لو عندي جيت أعمل calculation للـ relative error R هقول إن R equal delta x x naught اللي هو الريال يبقى ده معناه النسبة دايما between الـ absolute error وعندي الـ real value هتديني قيمة الـ relative error. تعالوا بقى مع بعض نشوف النقطة المهمة دي يا أولاد. بيقول دايما الـ relative error is the best indicator for accurately in measurement. يعني أكتر حاجة أو محدد أو أفضل تحديد لدقة القياس هو الـ relative. Why? Because it gives the ratio between delta x والـ x real. عشان دايما بيديني النسبة ما بينهم. As the relative error يعني يا مستر بيديني النسبة؟ يعني أجي أقول يا أولاد علشان يا مستر كل ما الـ relative error عندي decreases القيمة بتاعته اللي طالعة أو الحساب اللي أنا حسبته طلع أقل. This indicate ده بيحدد لي ايه؟ ان الميجرمنت بيكم مور اكيوريتلي. يعني الجمله دي لازم يا اولاد يعني نحطها في اعتبارنا كده ونبقى عارفين ان الريلاتيف ايرور كل ما يحصل له ديكريزنج او از ريلاتيف ايرور ديكريزز كل ما القيمه بتقل ده انديكيت ايه؟ اقول انديكيت ان الميجرمنت بيكم مور اكيوريتلي. تعالوا بقى ناخد اول تطبيق يا اولاد ازاي بعمل estimating error. لو انا بصيت عندي على الابلكيشن نمبر 1 a student had measured the length of the pencil practically. لو انا بقول ان في طالب قاس او عين الطول بتاع القلم عمليا he found it equals 9.9 سنتيمتر. When the real value for the pencil equals 10 سنتيمتر القيمة الحقيقية find the absolute error and the relative error. يبقى طالب مني ايه؟ طالب مني هنا ان انا اعين قيمة الـ absolute error و relative error. Firstly في البداية احنا اتفقنا يا مستر ان الـ absolute error عندي دلتا اكس ده عبارة عن الـ x طبعا real minus الـ ايه؟ الـ measured. هو الـ student ده يا ولاد لما measured الـ length بتاع البنسل he found it a 9.9 يبقى ده الـ measured value. while الـ real value طبعا القيمة هي متحددة كانت كام؟ كانت 10 يبقى الـ x real اللي هي 10 minus الـ measured 9.9 يعني كل الـ absolute اللي عندي أو الخطأ المطبق للشخص ده أو للقراءة دي 0.1 سنتيمتر. طب ما حضرتك قلت يا مستر الـ relative اللي عندي علشان أقدر أعينه لازم اجيب الريشيو النسبة بين مين ومين؟ ما بين الدلتا اكس والاكس ريال. طب الدلتا اكس حضرتك عينتها يا مستر 0.1 طيب والاكس ريال اتفقنا ان هي في طبعا ايه الابلكيشن 10 سو 0.1 اوفر 10 ايكوال 0.01 يعني لو انا قلت البيرسنت 1% طب الفورمة اللي انا هكتبها احنا اتفقنا الريزلت الناتج بتاع عملية القياس لازم يكون الريال بوزيتيف اور نيجاتيف الابسوليوت الريال عندي طبعا 10 الابسوليوت اللي احنا حسبناه 0.1 ودي هي قيمة الخطأ في عملية القياس. Another application تعالوا نشوف application number 2 هنا بيقول ايه؟ بيقول find the absolute and relative error in measuring the volume البراليلوجرام of dimensions طبعا الابعاد بتاعتنا البراليلوجرام دي from this table ال length ب x ال symbolized x كانت القيمه الميجر كان 4.3 والريال 4.4 انما لما جينا نعمل measuring لل width لقينا القيمه الميجرد فاليو 3.3 والريال فاليو 3.5 برضه لما جينا نحسب الهايت بتاع البريلوجرام كانت الميجرد فاليو 2.8 and الريال فاليو 3. طيب حضرتك هنا عاوز تحسب ايه؟ هو طالب مني ان انا اعين الابسوليوت طبعا والريلاتيف. نمبر 1 هنا في الحاله دي لازم ابدا واقول هجيب او هنحسب الريلاتيف
ايرور طبعا نمبر 1 بتاع اللينز، هروح اجيب ريلاتيف ايرور لللينز وللويد وللهايت. طب ما هو الريلاتيف يا مستر عباره عن دلتا اكس اكس ريال، ودلتا اكس الابسوليوت دي كانت عباره عن سكيل اكس ريال 1 ماينس اكس 1 يعني لللينز. طب الريال عندي هنا كام؟ 4.4 اهو 4.4 ماينس ميجرد فاليو 4.3 يبقى ماينس 4.3 اوفر الريال عندي 4.4، يبقى القيمه دي كلها بتدينا 0.1 اوفر 4.4، ودي قيمه اول حاجه للار 1 ريلاتيف لللينز. روح احسب الريلاتيف للويدز، طبعا الويدز عندي 3.5 الريال ماينس 3.3 الميجر اوفر 3.5، تمام 3.5 ماينس 3.3 اوفر 3.5 اللي هي الريال، يبقى الريشيو بتاعتنا طالعه 4.057. رحنا كمان نحسب الار 3، ار 3 بتاعت الهايت برضو ريال الهايت ماينس ميجر الهايت على ريال الهايت. الهايت عندي لو انا بصيت في الجدول كان عندي قد ايه؟ كان 3 ماينس 2.8 طبعا اوفر 3، تعالوا نشوف هو كده عملها ازاي. 3 ماينس 2.8 اوفر 3 ادتني قيمه 0.066. وفي الحاله الثانيه على طول هقول له يبقى التوتال ريلاتيف اللي عندنا يا اولاد هنا هتبقى عباره عن ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. يبقى انا كده بعد ما حسبت ار 1 لللينث وحسبت ار 2 للويدث وحسبت ار 3 للهايت هجيب الار 2 تاني، اقول له ار 1 بلس ار 2 بلس ار 3. ار 1 طبعا 0.023 بلس ار 2 الويدث كانت 0.057 بلس ار 3 للهايت 0.066، so the total r equal 0.146. and after that we must calculate the volume الريال. لما بنيجي نحسب الريال فوليوم بقى عندنا يا ولاد بنعمل ايه؟ بصوا كده الجدول معانا، الفوليوم كان لينث في ويدز في هايت، بس الريال يعني القيم اللي عندي دي يا ولاد هي اللي هقدر اعمل لها بقى ملتبلاينج عشان احسب الايه؟ الريال فاليو، لان دي القيم الحقيقيه. فلازم اللينث الحقيقي والويدز الحقيقي والهايت الحقيقي اعمل لهم ملتبلاي علشان اقدر احسب الريال فوليوم 4.4 3.5 multiply 3 كل ده هيديني 46.2 سنتيمتر كيوب. تو الابسوليوت بقى في الفوليوم لو انا استخدمت ريليشن الكروس برودكت هلاقي ان الابسوليوت فوليوم التوتال ار باي الفوليوم الريال. توتال ار حضرتك قلت عندنا القيمه بتاعته هي موجوده اللي هي 0.146 multiply الفوليوم الحقيقي عندي اللي احنا اتفقنا عليه 46.2، يبقى القيمة كلها اللي طالعة 6.74 سنتيمتر كيوب، and the result للريدنج طبعا بنحط الريال اللي عندي اهو، ادي الريال 46.2 بوزيتيف نيجاتيف القيمة اللي احنا قلنا عليها الابسوليوت 6.74. لتطبيق تاني، بص مع بعض هنا في التطبيق ده عشان مهم يا ولاد. هو هنا بيقول which of the following measurements is most accurate، أي القياسات التالية بيبقى أكثر دقة. بيجيب لي كده مجموعة طبعا سيمبلز أو measurements قياسات فورم يعني، وبيقول مين فيهم اللي يعتبر أكثر دقة. هل 5.2 positive negative 0.01 بالسكند وبيقيس التايم، أو 3.4 positive negative 0.1 سكند، or 7.3 positive negative 0.2 second or 4.1 positive negative 0.2 seconds. تعالوا نشوف التطبيق ده لما نيجي نحدد مين اكثر دقه نعمل ايه. نشوف كده الاثنين الجزئيه، رحت قلت له الار 1 عندي للقيمه الاولى والار 2 والار 3 هنقدر نعين منها للجزئيه اللي فاتت اللي احنا بنقول عليها. رحت عامل ايه الاول يا اولاد؟ نخلي بالنا من الفكره دي.
احنا عشان نحسب مين اكثر دقه في القياس، قلنا ان انا بعمل ايه؟ بحسب الريلاتيف، لان هو الموست او ذا بيست انديكيتور. الريلاتيف عباره عن ايه؟ عباره عن دلتا اكس على الريل، ريلاتيف 2 دلتا اكس اوفر الريل، دلتا 3 الار 3 ريلاتيف يعني دلتا طبعا اكس على الريل. هروح اجيب الار 4 يعني ريلاتيف 4 يبقى الابسوليوت على الريل. لقينا ان اقل قيمه طالعه في القياسات دي يعني سي قسمت 0.01 اوفر 5.2، بعد كده قسمت 0.1 اوفر 3.4 وحسبت القيمه، بعد كده قسمت 0.2 وبعد كده اوفر 4.1 وشفت القيمه، وبعد كده رحت عملت 0.2 اوفر 7.3 وشفت القيمه. ولقينا في الحاله دي ان مين هنشوف اقل قيمه طلعت في الحسابات كانت طبعا القياس اللي هو 5.2 القيمه الاولى، عشان ده ادانا اقل ريلاتيف ايرور. دي العمليه بتاعت الحسابات اللي عندنا. كده احنا بنقول ان احنا النهارده يا اولاد قدرنا ندرس الايرورز في الميجرنج بروسيس، الاخطاء اللي كانت بتتم في عمليه القياس. وبعد كده قلنا ان في عندي نوعين من الخطا او عمليه القياس، في دايركت وان دايركت، وقدرنا نعمل استيميتنج تعيين للايرورز. كان عندي في ابسوليوت ايرورز وعندي في ريلاتيف ايرور، وطبعا اتفقنا ان نو ميجرمنت بروسيس ما كانش في او ما ينفعش يكون عمليه قياس اكوريت 100% دايما بنسبه 100%. وطبعا خدنا الفور ريزونز الاسباب الاربعه، تشوزنج امبروفر تول، درسنا او قلنا ذا سكند ريزون كان عندي ديفكت ان تول، ممكن يكون كان في عيب في الجهاز، رونج بروسيجر اللي هي الاجنورنس باستخدام الديفايسز، اور عندي انفايرمنتال كونديشنز. ودي كانت النهارده او حلقتنا النهارده لسيشن الفيزيكس. وبشكر فريق الاداره العامه للتعليم الالكتروني بالوزاره.